السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم بفيديو جديد بالشغل الجديد اللي وصل. جايبالكم النهاردة أسعار 70 جنيه، دفايات، بيجامات، ترنجات، كل الجديد. هتتفرجوا على أشكال تحفة بجد. ده غير كمان ان احنا طبعا مدلعين المقاسات الكبيره ومعانا مقاسات صغيره. النهارده هنفرح كله، والنهارده معانا بيجامه الغزاله رايقه هنتفرج عليها حصري عند هدير ستور. ده غير بقى الشميزات بتاعه الخروج والعبايات البيك سايز بالاسعار الحلوه اللي متعودين عليها. ولا العرض القمر ده. احنا دلوقتي موجودين في اسكندريه، فين؟ في منطقه سيدي بشر. سيدي بشر بحري، الشارع اللي احنا فيه ده اللي هو الشارع اللي اوله من هنا كده، لو جايه من هنا شارع الحي اللي في حي المنتزه يا جماعه، لو جايه من القطر هتيجي من هنا وتمشي في شارع الحي، بعد بقى بعد الجراج بتاع الاتوبيسات هتمشي شويه لغايه ما توصلي كمان في حلواني ليلو دي على الناحيه دي. طيب ادخل منين؟ انا ادخل الشارع اللي اوله بازار مؤمن. هندخل بقى ونعدي سكن بوريه لكم من بره علشان تبقوا عارفين تدخلوه ازاي. اهو في كمان جوه كمان في صيدليه، اهي صيدليه انجي فريد، بس انت هتدخلوا الشارع اللي اوله بازار مؤمن. احنا فين تاني؟ اسكندريه سيدي بشر بحري، شارع الحي ده، الشارع اللي هو بتاع الحي. تمام، يلا بقى ندخل الشارع ونوصل لغايه البازار اللي جايين نصوره النهارده. دخلنا مشينا في الشارع يا جماعه اللي اوله بازار مؤمن، ومشينا كده هنلاقي فيه بيوتي سنتر مرمر وهدير ستور جنبه على طول اهو. تمام، بصوا في وشه عندنا مخبوزات الصفا والمروه. تمام، تعالوا بقى نشوف الجوله الجميله. تمام. عليكم السلام. ازيك يا مدام هدير؟ عامله ايه؟ كل مره جايه لنا بالجديد. اكيد طبعا. النهارده في اسعار من اول 40 جنيه، يعني اقل من المره اللي فاتت، ومميزه برضو. ايوه، المقاسات الكبيره بسم الله ما شاء الله. عندنا برضو الناس البيك سايز مدلعين عندنا. ايوه، بقى مطلوبين عندنا مدام. اول حاجه هنبتدي بيها البنطلون ده. ايوه، البنطلون ده يا مدام منى، ده تحت الهدوم، هدوم تلبسيه او برضو بيتلبس، يعني شايفه بصوا قد ايه في بياخدوه، بياخدوا على اي سويت شيرت وبيعملوه بجامة. هنا الكستره بتاعته عاليه قوي. تمام تمام، ده عامل 40 جنيه. عامل 40 جنيه على فكره، في منه السايب، الرجل السايبه، وفي منه الرجل اللي هي فيها اسوره من تحت او اسوره. بصوا فيها كمان ده استك اهو. ايوه ايوه كده. تمام، وفي اللي هو فيه اسوره حلوه قوي تاني. تمام، ده في منه كميات يا مدام هدير. طب ده عامل 40 جنيه. عامل 40 جنيه وبيك سايز، ده ال 150 كيلو شايفه. هو بيلبس حسب الجسم ولا هو مقاسات كبيره؟ الاستك جايب، يعني جايب. الله، وهنا برضو جايب. تمام خلاص، يعني مثلا قولي مثلا من ايه، من 80 كيلو لغايه 100، يلبس معاكي لحد ال 120. الله ينور. كله اسودات في ابيض كده؟ كله اسودات في ابيض. تمام، يلا بينا. في مفاجاه حلوه برضو، هنعمل فيه جزء من الاستاند ده ب 100 جنيه يا جماعه، زي العبايه السيناوي اللي قدامنا دي. دي حاجات صيفي ولا سمر ميلتون؟ سمر ميلتون، يعني تنفع في الايام اللي احنا فيها دي. في ناس ما بتستحملش الحاجات يعني مش صيفي كمان يا بنات. لا لا، بصوا دي سمر ميلتون حلوه جدا، بصي تلبس لحد 85 كيلو ما شاء الله معاكي، وفي الوان، يعني دي في منها الوان ودي في منها الوان. تمام تمام، ب 100 جنيه بس. بصوا ايه ده، اسدال ده ولا ايه؟ تقريبا انا شايفه الطرحه بتاعته. ايوه تمام، برده كده بصوا الجمال، شكل تاني. يعني ده شكل وده شكل، الدرجة الموف بتاعتها خطيرة، جميلة جدا. وده اسدال تقريبا ده، او عباية بكابشو. تمام، دي سمر، دي ميلتون بقى، دي ميلتون. حلو، في تصفيات زي ما كان هنا في الاستاند بتاع ال 120 البيجامات، ده 100 بقى. عملنا العبايات 100 جنيه. الله ينور، حلو قوي. مش كل العبايات، مش كل العبايات، العبايات اللي هي دي بس. تمام، من دي بصوا يا جماعة، دي متطرزة وعاملة ازاي وب 100 جنيه بس. الله ينور. تمام، رجعنا للدفايه ام 70، صح كده؟ المكسره من جوه. ايوه، اللي بتدفي ما شاء الله، اللي بتلبس، اللي قط من بره، حلو قوي. تمام، عندنا ده، ده شكل، ده شكل فيها اشكال بقى يا جماعه متنوعه. ادي اهو البنطلون بتاعها. تمام، قطن من بره، مكسره من جوه، جميل. تمام، قطن من بره. تمام، دي في منها بيج، في منها اللون البيج كمان، نفس الشكل. تمام، ده شكل، شكل في بقى اللي هي الابيض في اسود، اشكال كتير. بصوا دي بتلبس برضو ما شاء الله، حلوه قوي. تمام، كلها مكستره من جوه، حلو خلاص. ده شكل، وادي شكل معانا تاني، وشكل تاني، وشكل ب70 يا بنات، 70 جنيه. ايوه، تلبيس ل 85 كيلو، حلوه دي، جميله. تمام، ل 85 كيلو. في بقى الاشكال الملونه دي، عندنا بقى الاشكال الحلوه دي،
برضو عامله برضو 70 جنيه بس زي ما احنا شايفين. الحقوا بقى تمام. وفي واحده طيب صعقه، بصوا في صعقه اهي، وفي واحده بس نيجي، وفي واحده اللي يلحقها. ايوه احنا النهارده الخميس الصبح. أيوة. يعني بكره الجمعه العرض هيشتغل ان شاء الله باذن الله. ايوه يا مسهل يا رب. برضو لسه موجوده، موجوده وبتتكرر ما شاء الله تكرار. واسعارنا زي ما هي طول الشتاء. تمام. عشان الناس اللي بتقول العرض، لا احنا اسعارنا مستمره طول الشتاء. تمام. لحد ما المصانع تقول ما فيش شتاء. ايوه خلاص. الله ينور. دي اهي برضو دي ب 70 جنيه. 70 جنيه زي الفل. كتير. اللون ده خطير، اللون الاحمر حلو جدا ما شاء الله. اللون الاخضر في كل الالوان، كل الالوان منها، في كل حاجه. ودي بتلبس بقى تهيلي اكبر من 85 كيلو. يعني ما شاء الله زي الفل. 130 يا مدام. الله ينور. عرضنا مستمر حتى نفاذ الشتاء. تمام. ايه بقى والاناقه وانت قاعده في البيت؟ الدفايه القمر دي دفايه تريننج. تريننج يعني مش دفايه بس. يعني عايزه تجيبي حاجه لبنتك تكون شغاليه في الايام دي مناسبه جدا. حلوه قوي، مناسبه وسعرها حلو. وسعرها حلو كانها كده لابسه شميس تحتيها يعني. ومفتوح كده فروشه بصراحه. وخلي بالكم الاسعار بتغلى. احنا اسعارنا زي ما هي. حاجه تانية، احنا مستمرين بالاسعار دي. ايوه مش عروض وخلاص. أيوة. لا حضرتك تعالي. مستمرين بالاسعار دي. ودي بكام بقى القمر؟ دي عامله 100 جنيه من القمر. دي عامله 100 جنيه يا جماعه. دي عامله 100 جنيه. تمام. منها الوان. ادي البنطلون بس بتاعها الناس. بس هي تلبسها لغايه 80 كيلو كده. صح؟ الوانها ايه بقى؟ الخامه غريبه بس شويه عشان الناس بتسالني كانت على الخامه. ايوه. الخامه بس عامله زي تكون ناعمه. خلاص بس بتدفي. بس بتدفي. لان مكستره من جوه بنسبه عاليه. المكستره دي بتدفي بتدي الوبره دي. بصوا عندنا منها اللون ده، الوانها حلوه قوي على فكره. وترندي جدا. اهي. يعني بصوا في منه جراي وفي منه على بيج، فالوانها حلوه قوي. الوان. ب 100 جنيه. 100 جنيه. تمام. تريننج الجديد اللي وصل، عندنا التريننج ده وده. تمام. دول بيك سايز؟ ده بيك سايز لحد 120 كيلو. تمام. نتفرج. قلنا ايه؟ نجيب للبنت كمان. للبنوته. نفس أيوة. الخامه ونفس الشكل. والسعر حكايه برضو. انا بشوف فعلا البنات لابسينه شيك قوي. البنطلون زي ما احنا شايفين سويت بانس. ايوه وادي الجاكيت. كبير كمان واسع. ده خروج. تمام. يعني خروجات سريعه، توصلي بنتك، توصلي ابنك، تنزلي الباص كده يعني. ده السوسته زي الفل. وفي منه الوان يا مدام هدير؟ اسود وكحلي. اسود وكحلي بس. تمام. دي الخامه بتاعته سمر ميلتون بس على صوف. على يعني صوف. فيها صوف. وده القطعة الثالثة بتاعته. البادي. البادي. ايوه. تمام. ده البنطلون. حلو قوي. برضه نظام الشرايط ده. حلو. وده بكام بقى؟ عندي 100 كيلو. ما شاء الله. يعني في 100 كيلو لابسه. هنقول بقى ايه؟ البنت كمان تلبس زي مامتها؟ لا لبسها زي مامتها. الصعقة. شيك قوي الصعقة ده. في الوان بقى اصفر اخضر موف. حلو. وده على احمر. وادي البنطلون. يبقى البنت وامها الاثنين لبسوا زي بعض. زي بعض. ادي الصوره اهي. هو الصغير المقاسات العاديه سايز. ده البيج سايز بكام بقى؟ ده عامل 180. ده عامل 180 البيج سايز التلات قطع يا جماعه. ده عامل 130. وده عامل 130. في منه كميات. في كميات. تمام زي الفل. كمان التريننج القمر ده، ده برضو من ضمن الحاجات الموميه يا جماعه. بصوا بقى ما تلبسوا البنوته كده عسل قوي. الخامه بتاعته ناعمه برضو من بره زي الثانيه بالظبط. وكابيشو. تمام. والبنطلون نفس الوبره برضو العاليه اللي فيه. تمام. ده تلبيس بنانيتي يعني برضو 75. 75 ده يا جماعه ب 100 جنيه والوانه جايه كمان صح؟ ايوه في احمر، في روز، في موف. حلو قوي. تمام. النهارده كمان عندنا عرض حلو. ايوه بكام بقى؟ التيشيرت ده 110. 110 ده محير فرو. ده فرو. فرو اهو زي الفل. وفي حاجه تانية نص سوسته. بص ده شيك قوي برده كده. نص سوسته فرو. فرو تلبسه في البيت، تروح بيه الدرس، تنزل بيه النادي بقى. احنا عندنا دلوقتي حوالي 7 قطع اهم. دول تصفيات. تصفيات 100 جنيه. ب 110. 110. وفي الاخضر كمان. اخضر والبني. اهو والبني. تمام. حلو. في عرض تاني كمان. في عرض ميز خروج. ميز خروج. كارو. ايوه كابيشو كده. حلو قوي. موديل. وفي موديل تاني الكم بتاعه كارو. في حاجه كده وفي حاجه كده. في كده ده من الكابيشو.
تمام. التاني بكبشو. وده برضو سن محير؟ يعني لا يعني انيسات برضو. انيسات رفيعين. تمام. ده عامل 120. 120 الستاند ده يا بنات بقى ايه خلصوا عليه. الوان اهو. عشان ده تصفيات الحق والحاجات الحلوة دي. نازلة الجامعة، نازلة عندك درس. 120. نازلة الشغل. 120 جنيه. 120 تمام. 120 جنيه. اي الالوان كلها. زي الفل. تمام. احنا بنصفي الشتوي. ايوه يلا بينا بقى بنصفي الشتوي. المتعودين عليه دايما ال 160 جنيه. اللي هي اقل من اي سعر. بالظبط. ما شاء الله عندنا الميكي. الحاجات ديت احنا شفناها ترندات على النت عامله 200 و300 250 ما اكذبش عليكم مش 300. أيوة. 250. تمام. هنا سعرنا 160 عشان اللي بيخش عندي ما بياخدش قطعه. بالظبط. قطعه واثنين وثلاثه فعلا. شايفين؟ ده فرو. ايوه. وده تطريز. اهو. بصوا التطريز يا جماعه شكله تحفه بجد. كان مشجر. ميكي. ميكي. زي الدفايه. بصوا زي الدفايه اللي احنا شفناها. بس هنا بقى ديت الجاكيت فرو. حلوه قوي. بتختلف. تمام. جاكيت. كده اول حاجه اللون الاحمر. ايوه. عندنا منه فوشيا. ايوه. وده تلبيس قد ايه كده؟ يعني وزن ولا سن؟ لا وزن. وزن يعني لبس لك برضه 85. احنا جيتنا فوق ال 85. ايوه. خلاص ما تفكرنيش يا هدير خلاص. 120 يعني زي ما انت عايز. ماشي. تمام. زي الفل. وعندنا كمان اللون اللي هو الفيروزي ده. تمام. في الوان تانية كمان. في الوان تانية. ما شاء الله. في احمر. في. ايوه. يعني الكميات متاحه. الله. احنا بنخلص بنجيب تاني من ما شاء الله. جمات تانية اشكال تانية بصوا رهيبه. احنا بنجيب لكم الجديد دايما. ما شاء الله ده الثعلب المكار. لا والله. بجد جميل قوي. النيون دي. ايوه عسل. ينور في الاوضه. حلو. بصي يا بني. تمشي محيرات. على فكره لان المقاس بتاعها ده بس. مش كبير قوي. تمام. يعني ممكن 75 كيلو للبنات بقى اللي ما جابتش بعدين في عيد في كريسماس. ايوه عشان الناس. ايوه الناس. طبعا والعيد كل سنه واخواتنا المسلمين. طيب بألف خير يا رب. بصوا يا جماعه ده البنطلون بتاعها. ايوه. ده بنطلونها. تمام. دي 160 برضو ضمن نطاق ال 160. عندنا ألوان. منها اللون ده الاخضر الزرعي ده. موديلات بقى مختلفه ملمونه. بصوا بقى كل الموديلات دي ب 160 جنيه. يعني العروسه اللي هتيجي او اللي هيجي يشتري هيتفاجئ بحاجات تانية كمان. كان في عرايس وعايزاهم برضو يكتبوا لي في الكومنتات. ايوه الحاجات الحلوه. بصوا ده يا جماعه قمر قوي 160 الفرو الجميل ده. وفي كده ما شاء الله. بص القطه وهي لابسه نظاره دي كمان سويت جيرل يا سيدي. في اللبني بتاعها. في اللبني بتاعها. والميكي قلنا عليه. كل ده 160. واما تيجوا كمان في حاجات تانية. وفي اشكال تانية. بصوا يا جماعه ده كمان قلب بقى. بس ده 170 عشان البنطلون بتاعه سويت بانز. تمام. ده ب 170 اللي هو الموف ده. عشان بس البنطلون سويت بانز. الله ينور. انما كل الفرو فرو او بولر في بولر. ده بيعمل 160 جنيه. تمام. خلاص؟ خلاص. كشكيتي وصل. بصوا بقى. ايه الكشكيتي الجميل ده؟ ايه رايك؟ جميل قوي. ده بيلبس مقاس كبير قوي. بجد؟ اللي اخده منه. لغايه مقاس كام كده؟ كيلو. حلو والله جميل. ده ومعاه الفوت وير بتاعته. بوت كمان لغايه فوق عشان تتدفى. تمام زي الفل. في من الاصفر والتركواز. وده تركواز ولا ايه؟ ايوه. وعندنا اللون الفيروزي جميل جدا ما شاء الله. حلو. تمام. والاصفر والفيروزي. ايوه. 160 جنيه. 160 جنيه. ده عرايس. تمام. ده عرايس. وبرده لو ست عايزه تغير برده ما فيهاش حاجه. ماشي مش مشكله. تمام. 160 زي الفل. البلانكت اللي في اي مكان اغلى من كده بكتير. واللي بتلبس لحوالي 120 كيلو. 150. 150 كمان. بكام البلانكت في هادي ريستور؟ احنا قلنا اول مره كان ب 175. تمام. نزلناها ل 170 فاضل مستمر عندنا العرض ال 170. العرايس كلها بتيجي تاخد منها بالقطعه والثلاثه والاربعه. طبعا لانها اقل. وجبنا عندنا كميات ما شاء الله. الوان غير الالوان كتير. يعني بصوا اللونين اهم مثلا. ايوه. سيمون. حلو قوي. وعندنا اللون ده الذهبي ده. ايوه. تمام. والكشمير عسل جدا. والاسود. وادي الكحلي. حلو قوي. تمام. الناس كلها في المواقع بتباعها ب 250 جنيه. احنا عندنا 170 جنيه. زي الفل. سلو بتدي سن محير. ايوه. دي بكام يا قمر؟ دي عامله 120. 120. وعندنا اطفال. وفي اطفال 6 8 برضو عامله 120. تمام. الوانها حلوه قوي وتطريزها جميل جدا. وفي مننا كبشو. كبشو كمان متطرز جميل ما شاء الله. حلو قوي.
120 جيوب عشان التدفئة. تمام. اطفال كمان. ده اللي هو ايه؟ ارنوب. اه حلوة قوي. برضو بمية وعشرين. مية وعشرين. تمام. هنجيب بقى المقاس الكبير. اه. اللي هو بتاع المحير. ده يعني حد 11 12 13 ده ايه؟ اكبر بقى. بنات ثانوي وكده بيحبوا. هنجيب لهم. هم يلبسوه. بصوا ده بقى. اهي ده فيه. عشان مش هنفتح كله. اه. ده موديل. جميل قوي. يعني في موديلات منه السالوبيت. اه طبعا. ده موديل اهو. وده موديل تاني. ده موديل. كل واحد بكام بقى في دول؟ 150. 150 جنيه وبيلبس كده لقد ايه؟ شكله 16 17 16 17 سنه. تمام. انما اللي هو الكبير ده بيلبس مقاسات كبيره من هنا. تمام. يعني ده يلبسنا. والله؟ اه ده يلبسنا. حلو قوي. و150. اه 150 زي الفل. موجود الالوان بتاعته. في روز، في كحلي، في منت، في كل حاجه. تمام. البيك سايز نقول لهم بقى تاني على الحاجات الحلوه اللي عندنا. هنا عندنا ترنجات وشين. تمام. حلو. يعني بره وجوه بالبطانه عطيفه. وعندنا دي ساده بديل الاديداس اللي كان بخطين المره اللي فاتت. 160. جبنا شكل جديد نفسه واحلى ومن غير خطين. هفرجينا. ايوه. والدفايه والميكي كبيره. قد ايه بقى؟ 130 140. ما شاء الله. نشوف الدفايه الاول. نشوف الدفايه. تلبيس ل 130 140 كيلو. بصوا يا بنات. بجامه. حلوه. كانها بجامه مش دفايه. مش دفايه، بجامه. دي 125. 125 جنيه. بنطلونها اهو. اشكال والوان. الله، البنطلون شكله مريح كده وحلو جدا جدا. دي طبعا عندنا اشكاله واشكال تانية برضو جايه، لان المصنع مش ملاحق. لا والله المصنع مش ملاحق بصراحه. شايفين الكيوت بقى عسل ازاي؟ قمر قوي. تمام. اللي هي الساده اللي كانت اديداس. خطين. وكان اسوره. لا احنا جبناها كده من غير. واهي حلوه قوي. شايفه؟ تمام. معاكي مريحه قطيفه بس مش من جوه حاجه. لا مفيش تبطينه، مفيش. زي الفل. خلاص. وبكام دي؟ 160 جنيه. 160 جنيه. تمام. حلوه قوي. تمام. وبرده بيك سايز. بيك سايز. بيك سايز. بيك سايز. بس مش بنهزر. هذه الوانها هي يا جماعه، الزيتي والكحلي والبيج. وفي الوان تانية برده جايه النهارده ان شاء الله. تمام. دي حاجه قمر قوي. دي 150 كيلو لابساها. تمام. شايفين البطانه دي بقى متبطنه. حلو جدا. دي 170 جنيه. 170 جنيه البطانه اللي جوه. تمام. اهي شايفه. وفي منها طبعا الوان بقى. طبعا. وفي جاي النهارده وفي الوان هي موف واحمر ودي والجنزاري اهو. شايفه؟ تمام. حلوه قوي. البطانه من جوه يعني مش هنحتاج ان هي تلبس اي حاجه تحتيها. زي الفل. تشكيله العبايات القمر دي، ايه العبايات الحلوه دي؟ دايما كده عندك الاذواق الحلوه والالوان جد حاجه كده مش عندها حاجه. ايوه حاجه رقيقه قوي. دي بيك سايز جدا. ايوه ما شاء الله. 140 كيلو تلبس ما شاء الله. ولا الخامه ولا الذوق. بصوا جميل. ودي بكام بقى؟ عايزاه بكام ولا منتج؟ شوفي بقى عايزاه بكام. انا عايزاه باقل سعر للمتابعين. 150. اقل من 150 ما شاء الله. 150. بصوا جميل. حاجه اخر جميل بصراحه تحفه. 150 جنيه. الله ينور. خامه بولر بيك سايز 140 كيلو مش عند حد السعر. أيوة. ده صح. تمام. ادخل بقى على نجمه الحلقه النهارده. معلش هي غاليه شويه. ايوه بس الغالي منه فيه. صح تمنه فيه اكيد. ومش موجوده في اي مكان. لا خالص. لو حد لقاها يقول لي. ماشي. ماشي. والسعر تلبيس. ايوه تلبيس لحد 85 كيلو. تمام. تمام. السعر بقى ايه؟ ايه؟ والله انا كنت قايله لك ايه يا مدام منى؟ تقريبا 190. بس عشانك انت 180. 180 الله يبارك لك. تمام. حلو جدا. دي فرو. بس هي كلها بيضة. كلها بيضة. هي نفس الشكل ده. شايفه الفرو؟ بصوا يا جمال. فرو 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 فرو. لا عسل. بجد جميلة. ده تطريز. تطريز ما بيطلعش طبعا لا غسيل ولا تطريز. كلام من ده. ده للكريسماس بقى. ايوه. ده للكريسماس. شايفه البنطلون؟ تمام. انا قلت ايه؟ 85 بس. تمام. 180 جنيه يا بنات. 180 جنيه شقه من دم. تمام. المواعيد. المواعيد؟ ايوه. احنا كل يوم فاتحين من الساعه 4 لحد الساعه 10. تمام. دي ايام العروض بتاعتنا اللي هي هتبدا من بكره. حلو. بعد كده الطبيعي بتاعنا اللي هو يعني يوم الجمعه. اللي هو يوم الجمعه. يوم الجمعه. العروض هتيجي الخميس. ايوه انا صورت الخميس ممكن الفيديو ينزل الجمعه. بالظبط كده. تمام. العروض بتاعتنا هتبدا من يوم الجمعه. تمام. من يوم الجمعه لحد العروض بتاعتنا كل الاسبوع
من الساعة 4 لحد الساعة 10. تمام. باقي الأيام بعد العرض بتاعنا ده بعد يعني بعد أسبوع عشان ما جيش حد يرن عليا وينزلني الله يخليكم، من الساعة 12 للساعة 4 زي الفل. يعني بفتح فترة 12 ل 4 دي خلاص، إنما أيام العرض من بكرة لمدة أسبوع من الساعة 4. من الساعة 4 يا بنات عشان ما حدش يجي بدري، من الساعة 4 لحد تمام. الساعة 10 الله ينور، ومحدش يتصل يقول لي أنت فاتحة إمتى. تمام ماشي. دي الستور، احنا شارع مجد العرب متفرع من شارع الحي، الشارع اللي قدام للودي الحلواني ناصيته بازار مؤمن، بندخل الشارع لنصه قدام مخبز الصفا والمروه. تمام. لو جايين من محمد نجيب بننزل من الشارع اللي جنب بنزينه موبل، اول شارع شمال اللي عناصيته البطل بتاع الجمله، بندخل برده الشارع ناصيته البطل بتاع الجمله، اه المحل اللي قدام مخبز الصفا والمروه، هيبقى احنا بقى على ايديك الشمال. شاكرين جدا. العفو.